منشوراتنا الدينية ليست دليل على صلاحنا، لعل الله يهدي بها أحد في حياتنا أو حتى بعد موتنا. كلنا مذنبون ومقصرون ونطلب من الله العفو والعافية. لا تغرنكم الفيديوهات والمواعظ وكثرة الفوائد، إنما هي تذكرة لنفسي قبلكم، وأنا والله أحوجكم لهذه المواعظ. أنا أحاول وأجاهد نفسي ما استطعت، ولازلنا في بداية الطريق ما بين فتور واستقامة. وأخيرا أقول وما أبرئ نفسي، إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم.